هاي يا جماعه، النهارده حابه اوريكم ازاي ببتدي اعمل باكينج للسفر. بما ان انا مسافره مده طويله لسه مش عارفه، انا وادي من الفكره اللي احنا لما بنبتدي نسافر بنقول مثلا هنسافر ونرجع بعد 9 شهور، ممكن بتبدل سنه سنتين ثلاثه، وخاصه النهارده او المره دي سوري السفره دي احنا رايحين على اقامه في المكسيك، فممكن نقعد فتره طويله، ممكن نقعد سنه سنتين ثلاثه اربعه. طبعا احنا المفروض نقعد لغايه 4 سنين، بس ميزه الاقامه في المكسيك ان اول سنتين بيبقى فيه براح ان انتوا تطلعوا تخرجوا كتير، فهنقضي اول سنتين سفر كتير، لكن اخر سنتين بيبقى فيه التزام بعدد شهور معينه في اخر سنتين. فطبعا وانا مسافره لازم اكون خفيفه، لان انا جربت السفر قبل كده كذا مره بشنط، يعني دايما كنت باخد الشنطه اللي هي 35 كيلو بالترولي واجرها، وشنطه باك باك على ظهري بس، وساعات ادي بيبقى شايل كذا شنطه فممكن اشيل معاها حاجه. فاكتشفت ان السفر مع شنط كتير مش احسن حاجه، فالاحسن ان احنا يعني نكون خفاف على قد ما نقدر. بس على الجانب الاخر احنا مسافرين مده طويله، فطبعا الفتره اللي فاتت عملنا ايه؟ ان احنا بعنا حاجات كتير جدا 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 من ممتلكاتنا او من حاجاتنا الشخصيه، سواء لبس سواء حاجات في الفرنتشر. يعني انا وادي ما عندناش بيت، ما عندناش عفش، احنا كنا بنأجر اماكن، وبيبقى عندنا بقى الحاجات اللي احنا بنجيبها، ممكن بنزود حاجات في المطبخ، ممكن بنزود حاجات في الفرنتشر. فكل الحاجات اللي احنا جبناها، حتى كنا بنجيب حاجات سكند هاند ما عدا ادوات المطبخ، كنا بنجيبها حاجات يعني الميكرويف، كنا بنجيب اللي هو الاير فراير، الحاجات دي كلها كنا بنجيبها جديده. بس حاجات بقى تانية كنا بنجيبها مستعمله، حاجات الاساس اللي هو بتاع البيت، لو عايزين نزود حاجه كرسي مكتب اي حاجه كنا بنجيبها سكند هاند، عشان عارفين ان احنا مش ناويين نكمل فتره طويله في المكان اللي احنا ناويين نقعد فيه. فما بنحاولش ان احنا يكون عندنا شنط كتير، لان احنا ناويين نهاجر او ان احنا ما نرجعش. او يعني انا وادي عندنا خطه ان الثلاث اربع سنين الجايين هندور احنا هيكون بيتنا فين. احنا لسه ما قررناش بيتنا وعفشنا هيكون فين، هنبني البيت بتاعنا فين. فقلنا خلاص احنا الفتره الجايه هنلف كتير ونتفسح ونكتشف لغايه ما نعرف احنا ناويين. فالنهارده انا حابه اعمل لكم كده فيديو سريع ازاي بحضر نفسي للسفر، او بحضر شنطتي بالاخص للسفر، لان احنا زي ما قلت لكم او الشهر الجاي هنبقى قاعدينه في بريطانيا، هنروح انجلاند، هنروح لندن، وهنروح اسكتلند، فنقابل اهل جوزي. ف خلال الفترة دي كل 3 4 ايام هنكون يعني بنغير مكان. فتابعوني وتابعوا الستوريات بتاعتي على الانستجرام عشان تعرفوا انا بروح فين وبعمل ايه، المغامرات اللي انا بعملها. وكمان احنا واخدين اقامة فور فري في الاماكن اللي احنا هنقعد فيها. ليه؟ هقول لكم السبب الحلقات الجاية. عملنا حاجة حلوة قوي كده، ان طبعا الاقامة في بريطانيا غالية جدا، سواء تقعدي في اوتيل او اير بي ان بي، فالاسعار خيالية. فعملنا تركة كده حلوة ان احنا بناخد اقامة او يعني نسكن في اماكن مجانا مقابل خدمة بسيطة بنعملها. فيلا بينا نبتدي الفيديو. هقول لكم انا بعمل باكينج ازاي للحاجات بتاعتي. انا من الحاجات الحلوه قوي اللي اكتشفتها اللي هي دي، اولا يعني هي الشنطه. انا في الغالب لما بسافر بالشنطه اللي هي الترولي اللي فيها عجل. في الغالب الطيران بيبقى سامح لكم ب 35 كيلو، بس خلاص دلوقتي الطيران بقى بيحدد كميه الوزن المسموح لك، وبقوا بيحطوا فلوس كتيره قوي على الاوزان الكبيره. فاحنا الوزن يعني لو عايزين وزن زياده بتشتروا، فبتبقى اسعار يعني كتير، بلس ان احنا مش عايزين نصرف، بلس ان احنا عايزين نبقى خفاف. فلما جيت وزنت الشنطه الترولي اللي انا بمشي بيها دايما، اكتشفت ان الشنطه ذات نفسها 5 كيلو وانا المسموح لي 23 كيلو، فمنهم 5 كيلو في الشنطه. فغيرت رايي واخدت شنطه من شنط ادي. الشنط دي جميله جدا، يعني هي كده تمام. وميزتها ان انتوا كمان ممكن لما بتقفلوها تمام بتتحول لشنطه ظهر، بتقفلوا الكلبسات بتاعتها من هنا والناحية التانية وتشيلوها كأنها شنطة ضهر، بتبقى مريحة تمام هنا كده. حتى هم عاملين الدراعات بتاعة الشنطة مريحة وكده، بلس ان هي بتاخد يعني وزن اللي انت عايزينهم. وفي طبعا في اكستنشن هنا تقدروا تضيقوها وتوسعوها من هنا
شايفين السوستتين دول بتقدروا تقفلوهم من هنا لو انتوا عايزين تصغروها او عايزين تكبروها، يعني فيها اوبشنز كتير وممكن كمان بتتشال من هنا. فهي شنطه حموله جدا الكواليتي بتاعتها، وفي سوست لو انتوا عايزين تحطوا هنا حاجه. طبعا الكليبسات دي برده من الحاجات الجميله، عشان ايه؟ تحدد لك لما تحطي الحاجات تلملك الحاجات اللي انت حاطاها في الشنطه بتاعتك، تقدروا تعملوا لها تضايقوهم من هنا، تحطوا السوسته كده ترجعوها ورا وتدخلوا الكليبسين دول في بعض، وبعد كده بتقفلوا. بس انا مش عايزه اقفل عشان انا لسه مش عارفه الحجم اللي انا اخده. فدي اساسا الشنطه دي كلها الوزن بتاعها كيلو، فكده انا وفرت 4 كيلو، بلس ان الكواليتي بتاعتها حلوه قوي وخفيفه ومريحه ان انا اقدر اشيلها على ظهري بحيث ان انا اتحرك بشكل اسرع. وانا المسموح لي 23 كيلو، فاعتقد ان 23 كيلو اقدر اشيلهم على ظهري، بلس ان الشنطه الباك باج اقدر اشيلها قدامي. فدي هتبقى حاجه انا شايفاها احسن، ان انا اوفر 4 كيلو احسن ما ادفع فلوس في كيلوات واضيف حاجات، بلس ان انا عايزه اقدر اتحرك بسرعه. وكمان هاخد الحاجات الاقل حاجات انا اقدر اخدها، لان زي ما قلت لكم كل 3 4 ايام اسبوع بالكتير بكون بغير مكان، فما عنديش دماغ ان انا كل شويه اشيل واحط واشيل واحط. فجبت الفكره بتاع دي حلوه قوي، دول عندي من زمان. ميزتهم ان انا بحطهم في الشنطه واطلعهم كده، فانا عارفه هنا مثلا مقسمه الحاجات بتاعه اللبس الجيم، لبس البحر او لبس النوم حاطاه هنا، لبس الخروج كله حاطاه هنا ومطبقاه فوق بعض، فبحيث لما مثلا لو رحت اوتيل، وطبعا دي الشنطه اللي اخدها معايا في المطار، فبحيث لو انا مثلا مسافره سوري وصلت مكان، ودي جايبه دي مدخلها هنا. ميزتها اللي هي فليكسبل يعني بتطبق وكده، بس هي الفكره انتوا كده بتشيلوا كل حاجتكم مره واحده من الايد بتاعتها كده. واحط الثانيه، هي اتقطعت الايدين اتقطعت، بتشيلوها كده وتحطوها الناحيه الثانيه. شفتوا ملت الشنطه ومزيتها بقى ايه؟ لما تضيقوا الشنطه كويس جدا وتقفلوها بتبقى لذيذه. فدي ميزتها، بحيث ان انت لو رحتي اوتيل او رحتي مكان بتقومي جايه مطلعاها، عايزه السكارف بتطلعيه، عايزه الجاكيت بتاعك بتطلعيه، فبيكون سهل عليكي بحيث ان انت ما تنطوريش حاجاتك. لو انت في اوتيل او انت في اير بي ام بي ما تنطوريش حاجاتك في الاوضه عشان ما تنسيش حاجه وبعد كده تزعلي ان انت نسيتيها في المكان الفلاني، خاصه لما بتتحركوا كل يومين ثلاثه واربعه وتغيروا اماكن. يفضل ان انتوا تحطوا حاجاتكم تاني في المكان اللي انتوا جبتوها منه عشان ما تنسوهاش وترجعوا تزعلوا. طيب تاني حاجه بقى، خلينا نحط ده هنا كده، من الحاجات الحلوه قوي في الباك، تمام، الفوط بخليها كده مع بعضها، ممكن اعمل لها رول، دي طبعا عشان ايه بحر وكده، فانا واخده كذا فوطه، بنعمل لهم رول كده ونحطهم في جنب بره بره الاورجنايزرز دي خالص كده، تمام. الجزم من يفضل طبعا ان انتوا بتحطوا لها في كيسه لوحدها عشان ما تتخربش او تتجرح، بتحطوها لوحدها، فانا واخده دي واحطها برده بره كده، ببقى عارفه ايه اماكن كل حاجه. من الحاجات برده الجميله الضروريات انا دي، هي دي اصلا المفروض ان انتوا لو عندكم ملابس داخليه زي البرهات وكده يفضل ان انتوا تحطوها في الحاجه اللي هي فيها السبورت ده، عشان في الغساله الملابس الداخليه او الحاجات الرقيقه ما تتشدش وتتقطع في الغسيل، فيفضل ان انتوا تحطوها جوه البوكس ده او المش ده، ويحمي البرازه نفسها او يحمي الملابس الداخليه من ان هي تتشد وتتقطع وتعلق في حاجات في الغساله. فانا بستخدمها للغسيل وبستخدمها ان انا بحط فيها مثلا ملابس داخليه، بحط فيها حاجات ستورج، فدي ميزتها حلوه ان هي كمان فيها ايه بلاستيك من هنا وبتفتح وبتقفل كده، دي حاجه برده من الحاجات الحلوه. طبعا الشنطه دي طبعا لازم تاخدوا من الحاجات دي كتير، دي ميزتها كنت جايباها من اتش ان ام من زمان زمان جدا، دي دايما اللي بحط فيها مثلا الاندر ويرز الملابس الداخليه، ممكن تبقى الميك اب والكلام ده. طبعا انا لاي حاجه خاصه بالميك اب او البيوتي كير او بخليها قبل السفر بيومين ثلاثه، بحطهم في شنط شبه دي فبخليها، بس انا ببدا
في الباكينج اول حاجه او في تحضير الشنطه بتاعتي ببدا باللبس، وطبعا الحاجات التانيه اللي انا مش محتاجاها بعملها بخزنها في شنط تانيه عشان اسيبها في اماكن عند ناس اصحابي. فحلو قوي. وطبعا عندكم لو انتم ما عندكوش دي ارخص حاجه دي، ودي تقدروا تعملوها هاند ميد، اي قماشه شفافه عندكم او خفيفه وبتعملوا لها دي وتحطوا فيها كل حاجه، الشرابات مثلا وتقسموها وتحطوها هنا. دي هتحتاجوا برده شنط او حاجات من دي صغيره عشان ايه، مثلا اعملوا حاجه للنيل بولش، للمانيكير، شنطه للمانيكير، شنطه لحاجات الضوافر زي سوري اللي هو النيل كليبر، القصافه، اي حاجه خاصه بالضوافر بتحطوها في شنطه لوحدها، اي خاصه بالوش مثلا والعنايه بالوش بتحطوها في شنطه لوحدها. فدي برده ممكن برده اي شنطه قماش شبه دي بتحطوا فيها ايه لبس، يعني مثلا هنا ممكن لبس البحر، يعني ممكن انا دلوقتي اقوم جايه مجمعه مطلعه كل لبس البحر حاطاه في الشنطه دي واقوم ايه ربطه، يعني مثلا نفترض ان ايه كل ده لبس البحر هنا مثلا، تمام، بقوم جايه حاطاه في الشنطه واربطه، فدي تبقى زي اورجانيزر. يعني انتم ما عندكوش دي ممكن تستخدموا اي شنط قماش او حتى الشنط اللي هي بتلاقوها في السوبر ماركت يا جماعه اللي هي بتبقى شبه دي ممكن تستخدموها، فما تكلكعوهاش على نفسكم ان انتوا لا عايزين الشنطه اللي شبه دي، لا انتوا اي حاجه في البيت تمام تاخدوها، اي شنطه قماش زي دي خفيفه ما يكونش فيها وزن تقدروا تاخدوها وتحطوا فيها تعملوا كاتيجورايزنج للبس بتاعكم، بحيث ان عارفين الشنطه دي فيها ايه من جوه، فتاخدوا الحاجه وبعد كده ترجعوها تاني لنفس الشنطه، فبحيث ان انتوا كده ما تكونوش نسيتوا حاجه او تضيعوا حاجه في المكان اللي انتوا قاعدين فيه فتره. برضو من الحاجات اللذيذه انا الشنطه دي هي قديمه شويه، شنطه بلاستيك كده شفافه، ميزتها بقى ان هي شفافه ان انا بحط كل حاجات الحمام فيها، سواء الشامبو سواء غسول الوجه سواء الكريمات بتاعت الوش، عشان ايه انا عارفه ان دي شنطه الحمام بعلقها في الحمام، لو رحت اوتيل رحت اوض رحت اير بي ان بي رحت اي مكان بعلقها في الحمام، باخد كل حاجه من هنا وبرجعها تاني بحيث اه خلاص وانا سايبه المكان بقوم واخداها وحطها في الشنطه الاساسيه. فاهم حاجه في تحضير الشنطه ان انتوا بتقسموا كل مجموعه لبس او كل حاجه حسب الكاتيجوري بتاعها بحيث ان انتوا ما تنسوش، عشان حتى كمان لما تيجي تبصي على الشنطه انت تبقى عارفه ايه اللي جوه الشنطه دي، فلو في حاجه نسيتيها بره عينك هتجيبها تعرفوا تفتكروا. ودايما خلوا معاكم شنطه اكسترا كده تقدروا كبيره كده تحطوها على كتفكم وتخرجوا بيها تعملوا بيها اي حاجه، يعني من جواها شنط كلها، عشان ايه كلها شنط قماش من جوه، لو انتوا عندكم شوز تاني بتجيبوا اللي هو الخامه اللي هي شبه القماش دي، شنط تانيه عشان برضو انا هقسم الحاجات اللي موجوده هنا بقسمها لبس بحر لبس نوم لبس جيم، ممكن اقسم تمام على حسب ده. فالشنط دي بالنسبه لي مهمه جدا ان انا اكون مرتبه بحيث ان لما اجي اقعد في مكان عارفه ان الشنطه دي الملونه دي او اللي مكتوب عليها كذا دي اللي فيها لبس البحر، فلما اجي اروح البحر اه احط ايدي عليها اخد القطعه اللي انا عايزاها وارجعها تاني وهكذا، فبتحسوا ان الدنيا بتبقى مرتبه معاكم. طبعا دي النيك بيلو من الحاجات الاساسيه دي اللي هي سوفت بتتنفخ، دي بحبها قوي ان بقدر انفخها وبقدر اطلع الهواء من حواليها، لان في السفر طبعا هتحتاجي حاجه حلوه زي دي تقدر ترتاحي وتنامي عليها، فدي برده من الحاجات الجميله جدا. حاجات التصوير برده بخليها على جنب لوحدها، مثلا هنا اه عارفه ان هي الشنطه البني دي اللي بيبقى فيها الترايبودز بتاعتي كلها فبحطها هنا، ومثلا اقوم جايه ربطها واقوم حطها، طب كده مفيش حاجه بتضيع وكل الدنيا بتبقى متكامله. هعمل لكم فيديو تاني عن البيوتي برودكت، ازاي هعمل لكم ازاي الباوتشز ان انا بحضرها وبرتبها. في شنط ببقى سايباها على جنب كده، ده اللي هو الهدوم ممكن اخدها ممكن ما اخدهاش، ببقى سايباها على جنب عشان اعرف انا فعلا هاخدها ولا لا، باخد القرار في الاخر خالص على حسب الوزن اللي هنا، وزي ما انا قلت لكم لاني دايما بفضل ان انا اخد وزن، كمان حتى بحاول اكون وزني اقل من 23 لان لما هروح بريطانيا هعمل شوبينج فلازم ابقى موفره كام كيلو كده عشان لما اروح مكسيكو، ما انا من بريطانيا للمكسيك هعمل شويه شوبينج فاكيد الوزن هيزيد معايا، فلازم ابقى ايه مقلله من هنا عامله حسابي ان ايه مكسيكو
اخد معايا شويه حاجات زياده. بس ان انا لما بروح مكان جديد لو اشتريت حاجه جديده بتخلى عن حاجه قديمه، فبخليني في نفس الحجم الشنطه اللي معايا. ولو كنت من الاشخاص اللي بتنسي حاجه دايما اكتبي بالورقه والقلم، خلي دايما ورقه وقلم اي حاجه افتكرتيها، اي حاجه مش عايزه تنسيها بتكتبيها على الورقه والقلم. وانا كمان من الاشخاص اللي هو قبل مثلا ما بسافر باسبوع بجيب الشنطه واسيبها في الاوضه كده على جنب، اي حاجه مش عايزه انسي الحاجه الفلانيه بقوم جايباها حطها في الشنطه كده. مش ببقى مرتبه الشنطه في اول اسبوع ده، لان ببقى مرتبه قبل السفره باسبوع، فبيبقى اسبوع كتير لان ممكن استخدم الحاجه دي خلال الاسبوع، فبسيبها كده على الوش. افتكرت حاجه في حاجه، فالاحسن قبل ما تسافري باسبوع تكوني سايبه شنطتك على جنب، وكل ما تفتكري حاجه ترميها جوه. وقبل ما تسافري بيوم بتكوني وخلال الاسبوع ده كمان احنا بنقعد نفلتر هناخد ايه، ممكن نرجع قطع ونحط قطع وهكذا. بس قبل السفر بيوم بتقولي خلاص ده قرار نهائي، انا هاخد الحاجات دي واسيب الحاجات دي، وطبعا على حسب الوزن المسموح لك. برضو من الحاجات اللي بحب اخدها قوي في السفر الشنطه دي اللي هي بتبقى بتحفظ درجات الحراره، ما اعرفش انا بحبها جدا، يعني ممكن احط فيها ايس واخلي الكوزموتكس لان الكريمات بتاعتي بحب دايما ان هي تكون في درجه حراره مظبوطه، فدي ميزتها ان هي يعني خفيفه جدا تمام. وممكن كمان تستخدميها كستورج ان انت بتعيني فيها حاجات، ممكن تعيني فيها ادوات الميك اب بتاعتك كانها بيوتي باج او وات ايفر، يعني تستخدميها كانها حاجات للميك اب. ولو انت مثلا في المكان اللي انت رايحه له ومسافره هو بتحبي دايما يكون معاكي حاجات ساقعه، ممكن تستخدميها كشنطه كده وتحطي فيها الحاجات الساقعه بتاعتك، وممكن تحطي ازازه ميه متلجاها جواها فهي تحافظ لك على درجه الحراره جوه او لمده طويله، يعني فيكون معاكي حاجات ساقعه طول الوقت. وكمان في نفس الوقت تقدري تستخدميها ك للميك اب باج بتاعتك تبقى حلوه برده. خلاص كده يا جماعه قررت ان انا افضي الشنطه من الاول جديد واعمل كل حاجه في بايل كده لوحدها، في كل كيسه من دي فيها حاجات انا عارفاها، حاجات الهير دراير وكده، هنا ملابس داخليه، هنا شرابات حاجات خاصه، وهنا لبس الجيم، وهنا لبس النوم، وهنا لبس الخروج، وده حاجات فانكي شويه، ودي بلوزات كلاسيك، وده الجزء ده كله الحاجات الشتوية، هنا البناطيل او البناطيل الجينز، هنا الفوط، هنا الكشكول او الكراسة اللي بكتب فيها والاقلام وكل حاجة، هنا ايه معرفش، دي حاجات الجيم الريزيستن باندز والباندز واي حاجة، وهنا برضو هنا ايه، هنا حاجات شوية ميك اب على حاجات الشعر، وهنا الفيتامينز بتاعتي، ودول بقى المطرزية فيهم دول تقال جدا، بادي باتر وهير كريم، معرفش ادي كان جايب لي الحجم العائلي، والمشكلة ان هو بيقعد معايا فترة طويلة، فيعني ده اقصى حاجة ان انا قدرت ان انا اقلل على قد ما اقدر. لسه بقى حاجات الكاميرا واللابتوب والشواحن دي بتبقى في الباك باك بتاعتي. بفكر بقى ان انا احط اللبس الشتوي ده في كيسة واشد عليها واحطها في الماشي الخضرة دي، ولبس والبناطيل الجينز احطها في الخضره، يعني لبس الخروج هيبقى في الحاجات بتاع اللي هي لونها اخضر دي، ولبس البيت ولبس الجيم هيبقى في الاورنج، واي بقى اكياس صغيره بتبقى فوق كده ببقى انا عارفه بقى خلاص الكيس اللي هو فيه علامه خضره ده بتاع كذا، والكيس اللي فيه علامه حمراء ده بتاع مثلا حاجات الجيم وهكذا. وهنا مثلا لبس البحر واي حاجه ووتر اكتيفيتيز، واخده بس حاجه سواريه واحده بس وجزمه سواريه واحده بس، هي خفيفين الاثنين. وطبعا الشنطه اللي انا قلت لكم عليها هناك اللي هي بتستحمل الحراره، ممكن برضو اخزن فيها شويه حاجات تبع الميك اب وكده، او مثلا احط فيها الكريمات دي احطها هنا، واحط الفيتامينات برضو معاها. بس هو ده كل الموضوع، وشنطتي فاضيه بس ما فيهاش غير الهاموكس من اللي اخدها معايا، بس كده. تخيلين ده كل الحاجات لهجرة. برضه حاجة مهمة يا جماعة في السفر، انتوا محتاجين الميزان ده، مهم جدا. اولا خفيف وبيستحمل اوزان كتيرة، انا بقعد احط كده الحاجات اللي انا ناوية اخدها واقعد اقدر في وسط ما انا بقوم جايبة كده عشان اشوف انا هقدر او الوزن اللي معايا ده قد ايه، واقوم جاية حاطاه كده واصفر، اول ما ينور كده ابتدي اشيل اشوف.
فده مهم جدا. استعنت بأدي لان انا كنت محولاه للباوند، فعشان كده ما كنتش فاهمه. هو كده كيلو جرام، شايفين العلامه اللي هي الكي جي بتقول له كل وزن، فانا كنت محوله بالغلط لباوند، عشان كده ما كنتش فاهمه ايه اللي بيحصل. فهو دلوقتي معايا 25 كيلو، فهضطر ان انا اقلل، او ان انا اخد اقلل من هنا واحطه في الشنطه اللي انا هشيلها على ظهري. طبعا هنا هاخد ده معايا عشان ده بيناسب للتلاتة والاتنين، واحاول اجيب بلاج ان هو يدخل في سواء الفيشة اللي انا رايحة عليها بقى في البلد اللي انا جايباها، يبقى في محول هنا. اهم حاجة اخد ده معايا عشان يناسب كل حاجة، سواء اتنين او تلاتة، او حتى التلاتة بتاخد اتنين. انتوا مش محتاجين شنط او حاجات بشكل معين، انتوا ممكن تعملوها بشكل بسيط جدا باي حاجه. واتمنى الافكار اللي انا وفرتها لكم في الفيديو النهارده تكون فادتكم، واتمنى يكون الفيديو مفيد بالنسبه لكم. لو عندكم اي اسئله او اي استفسارات اكتبوا لي في الكومنتات، ولو حابين تتكلموا معايا فيديو كول هتلاقوا فيه لينك سايبه لكم على الانستجرام، وما تنسوش تتابعوا يومياتي على الانستجرام. الايام الجايه هروح اماكن حلوه كتير جدا، وهديكم تيبس وتريكس عن السفر، فتابعوني على الانستجرام واشوفكم فيديو جديد. باي باي. Thank you.